أتوقع أن تكون الإثارة حاضرة فيها بقوة لرغبة كلا الفريقين في تحقيق الفوز لفريقي نقطة، والهلال هذه الشابي ب 13 نقطة كرة أولى في المباراة، خطيرة للنادي الإفريقي انطلاقا من الجهة اليسمى. الحلاوي كرة من لاري العزوني مرفوعة على القائمة الأول، خطيرة جدا ميدان مع عودة كوسي كقلب دفاع مع الغندري واسكندر العبيد، الحاج محمد إلى فادي الفالحي، فادي تسديدة قوية من فادي والكرة الجانبية بكرة قبل هذا لزهير ذويد انطلاقه، يهرب زهير يوزع زهير خطيره للنادي الافريقي والكره فيها ركنيه بعد التدخل عبد السلام عيفه وصابر خليفه، كره من زهير ذويد خطيره، كره مرفوعه تعود عمليه المواجهات المباشره امام مستقبل الرجيش والاتحاد سعد الى محمد امين النفزي، العرضيه التدخل من نادر الغندري قاته السابقه مع الاتحاد رياض المنستيري، كره للنادي الافريقي خزي عبد الرزاق فيها خطوره فيها من سعد الدين حمدي، سعد يمر سعد يعدي سعد عرضيه غازي 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 عبد الرزاق، كرة عرضية خطيرة جدا، خطيرة كانت المحاولة العرضية كانت ميدان مباراة مفتاحها أكيد سيكون في بجزئيات مع أكابر النادي الإفريقي بين البطولة والكأس، كرة ملعوبة سبينية ممتازة في اتجاه زهير الذويدي لإسكندر العبيدي، توزيعة لكن بعيدة بعيدة توزيعة اسكندر العبيدي بانتصار وتقدم مستقبل سليمان الافريقي بهذه النتيجة. النادي الافريقي كرة لنادر الغندري توزيعة باليسار والراسية من جانب علي العامري للوصيف الملعب الافريقي لمنزل بورقيبة 39 نقطة في المرتبة الثانية. عزوني تمريرة ممتازة من لاري في العمق، محاولة خطيرة للنادي الافريقي، عبد السلام الحلاوي ومخالفة لحارس الهلال في الاتجاه علي العامري، عادت لياسين الشماخي انطلاقة من خليل قصاب، 50 مباراة في و2021 هدف لهدف هناك في الشبكة، كرة من جنب علي العامري، علي تسديدة قوية من علي لكن بعيدة، علي العامري في عاشر مباراة زي عبد الرزاق، هل التوزيع كرة طويلة على ياسين الشماخي يريد انتزاع الصدارة وثلاث نقاط البونيس، كرة ملعوبة طويلة، محاولة من اسكندر العبيدي ياسين، كرة ثابتة خطيرة على دفاع هلال الشابة ملعوبة من عزوني، نادر الغندري إلى رودريغ كوسي يسدد أفريقي، محاولة رودريغ كوسي سليمان على المستقبل الرياضي بلجاجي، الدقيقة 42 كرة من زهير اللذوادي على القائمة الثانية، عبد السلام الحلاوي كرة للنادي الافريقي من مخالفة زهير اللذوادي، كرة طويلة انطلاقة من جانب اشرف، اشرف 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 الزواغي حال خاطئة من عناصر النادي الافريقي في هذا الشوط الاول، كرة إلى فادي الفالحي، اشرف الزواغي اشرف اشرف العرضية، فأكيد لن نشاهد مباراة بنفس هذه الوتيرة وهذا الريتم في الهلال الرياضي الشبي من شبح النزول الشوط الأول نهائيا رسميا مع مستقبل سليمان الأولمبي الباجي وهلال الشبا في النفسي، كرة ملعوبة مراوغة ممتازة من جانب أحمد خليل انطلاقة للنادي الإفريقي محرز الملكي، الكرة الثابتة للنادي الإفريقي زهير اللذوادي، كرة وكانت فوق العارضة من زهير اللذوادي صاحب 34 عام متألق في المباراة دي، فادي 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 ممتازة للتمرير لمراد الهذلي، مراد على اليسار محاولة للتوزيع، كرة خطيرة على الدفاع الإفريقي والتسديدة خطيرة جدا، خطيرة كانت المحاولة من أسامة بن معمر، أسامة يسد مباريات النادي الإفريقي برعاية جمهورهم، هذه كرة خطيرة قال خطيرة لكن كان هناك يعني فاول في رمضان في وسط أسبوع في توقيت عمل ودراسة، جمهور الإفريقي حاضر بكثافة، العشق والغرام الكبير للعامري، علي كرة ياسين الشماخي، شماخي يستعد للتسديد يسدد خليل، أحمد خليل أحمد أحمد خليل كرة في الاتجاه ناري، عزوني 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 ملعوبة كرة ممتازة في اتجاه اسكندر العبيدي، التوزيعة والرأسية وخطيرة قال 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 حمدي العبيدي، ثاني لمسة رأسية العبيدي، العبيدي خطير، رأسية ذهبية بكرة وهدف أول للنادي الإفريقي 1-0، الله على التمرير المزيكا من اسكندر العبيدي والله على الرأسية الذهبية لحمدي العبيدي،
حمدي يسجل أول أهدافه مع النادي الإفريقي هذا الموسم براسية ممتازة، كورة على القائم الأول يشعل بها مدرجات استاد المرحوم الأسطوبرات. سبحان مغير الأحوال بين الشوط أول كيف كان. الشاب لن يرضى بالخسارة. نعم أشرف اللزواخي حاول يرد سريعا، هدفين في شوط ثاني مع النجم الرياضي الساحلي. فادي 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 الفالحي. 63 دقيقة 1-0 لترجي العكارة. ترجي الجنوب كورة من أحمد خليل، عادت خطيرة تسديد فامي المعواني. فامي انطلاقة للهلال، كورة ولمسة ممتازة خطيرة للهلال الشابة، تسديدة قوية. محاولة قوية، محاولة وفرصة ذهبية إلى آدم الطاوس. آدم الطاوس كرة في اتجاه ياسين الشماخي، شماخي مع فيفيان يحاول عودة مونلي، عونلي ملعوبة مع فهمي المعواني، زياد العونلي، عونلي زياد 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 وطاوس. آدم 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 الطاوس، آدم يراوغ، آدم يسجه. رافائيل بوريس عادت لمحمد أمين النفزي، كرة على كرة مراد العذلي إلى زياد العونلي، عونلي عونلي في اتجاه أسامة بن معمر. أسامة 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 خطيرة جدا للهلال الشابة، كرة ملعوبة فرصة للتعادل، محاولة للهلال من هنا. عليون ممتاز التمريره، محاوله من ادم الطاوس العرضيه والكره النفسي، نفسي كره ملعوبه لمسه بالكعب ممتازه، محاوله فرصه للهلال طويله التوفيق لها. بعد هذه المخالفه كره من ادم الطاوس تعود للنادي الافريقي مرفوعه. امين محمد امين النفسي، نفسي كرة طويلة يتدخل الدفاع. رافائيل ومحرز المالكي في هذه اللحظة يعلن علني